وفي نشرتنا الآن الجولة الاقتصادية وفاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا نادينا فكري، شكرا نوى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً بشأن متابعة الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال رئيس مجلس الوزراء أن الخطة تضمنت 5 محاور رئيسة تتمثل في تمكين القطاع الخاص ودعم وتوطين الصناعات المصرية وزيادة الصادرات وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا حرص مصر على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري المشترك مع الكويت، وذلك في قطاع البترول والغاز بمختلف أنشطته من البحث والإنتاج والتكرير والتوزيع. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي بحضور الوفد الاقتصادي الكويتي الذي يجري زيارة لمصر. وقال الملا إن التطور الكبير الذي تشهده صناعات تعظيم القيمة المضافة في مصر مثل البتروكيماويات والأسمدة يوفر فرصا استثمارية جاذبة، حيث تعد مصر مركزا مهما لصناعة البتروكيماويات. إلى سوق مال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 10 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 690 مليارا و786 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9685 نقطة ليرتفع بنسبة 2.46% ويغلق عند مستوى 9923 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2193 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 1.64% وعند مستوى 2229 نقطة. وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3115 نقطة ليصعد بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19.41 جنيه للشراء و 19.49 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22.23 جنيه للشراء و 22.32 جنيه للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصلت سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.33 جنيه للشراء و 5.36 جنيه للبيع. أما عن سعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.21 جنيه للشراء و 5.23 جنيه للبيع. عزز البنك المركزي الاسترالي سعر الفائدة القياسي للشهر السادس على التوالي إلى أعلى مستوى في 9 سنوات عند 2.6%. وبلغ معدل التضخم في استراليا نحو 6.1%، وتتوقع وزارة الخزانة أن يبلغ ذروته عند 7.75% في ديسمبر المقبل. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.